ورجعنا لكم تاني وموضوعنا النهارده هيهم فئه كبيره جدا من الناس. النهارده هنتكلم على الاكل في مواعيد الغلط. طبعا احنا كلنا عارفين لو اكلنا كميه اكل كبيره اوكي او كميه اكل اكتر من اللي هنحرقها اكيد هنزيد في الوزن، بس هل كمان لو اكلنا في مواعيد خطا ممكن نزيد في الوزن او ما نخسش؟ ضيفي النهارده هو دكتور ماجد زيتون، استشاري التغذيه العلاجيه والجلديه. مساء الخير. ومعانا النهارده نشوه. أيوة. نشوه كانت فوق ال100 وبقت كام يا نشوه؟ 65. انا جايه لك يا نشوه، جايه لك لان عارفه ان انت كنت تاكلي في مواعيد غلط في اربع شهور. في اربع شهور. الله اكبر. ماشي يا دكتور. الحمد لله رب العالمين. دكتور ماجد، دايما انت تقول لي لو واحده عايزه تخس تاكل خمس وجبات. لا مش خمسه، يعني انا بدي المفروض اكتر كل ساعه تقريبا. كل ساعه سناكس. كل ساعه يعني ثلاث وجبات اساسيه وكم سناك؟ ما اعرفش كتير قوي يعني، بس لو هنقول خمس وجبات هل كافيين يا دكتور؟ لا مش خمس وجبات، انا ما بديش خمس وجبات. انا يعني بصي، هي الفكره كلها انا عشان انزل فول 100 كيلو توصل 65، هداخل تخش على 40 كيلو في اربع شهور مثلا بهذه الصحه من غير مضاعفات وما ترجعش، وبحاول كل اسبوع كده اجيب لكم حاله نازله 40 و50 و60 70 كيلو عشان ادي مصداقيه للمنظر اللي بيشتغل بيها. بعيد بعضهم عن الجراحه والمضاعفات والايه والمشاكل اللي بتظهر بالجراحه. فالفكره كلها ان زي ما قلت لك قبل كده، يعني انا بركب مكان في جسم البني ادم اللي بيجي لي كسر دول، وهو حاطط رجل على رجل زي كده. اوكي. من غير مشي ولا رياضه ولا مضاعفات ولا عمليات ولا الكلام ده كله. الفكره كلها عشان ازود معدل الحرق او التمثيل الغذائي، فباكله كل ساعه مش خمس مرات. يعني يا دكتور ناكل يعني كل ساعه، لو واحده عايزه تخس كل ساعه، يعني صحيت من النوم مثلا الساعه 9 10 خيارايه 11 فاكهه 12 جزرايه واحده خيارايه 2 ليه؟ فين الوجبه الاساسيه ولا في ثلاث وجبات؟ لا في وجبات اساسيه. ثلاث وجبات اساسيه طبعا، غير السناكس اللي بين الوجبات. ثلاث وجبات اساسيه وكل ساعه ما بين الوجبات اكل، وهي محسوبه سعراتها. طيب دكتور، الوقت اللي ابدا افطر فيه والوقت اللي ابطل اكل فيه؟ بص هقول لك حاجه. اعتبر الجسم البشري زي مصنع. مصنع ده فيه مكن، فيه عمال. كل ما دخلت المواد الخام بدري في المصنع ده، العمال فيهم ايه؟ نشاط، فيهم طاقة، فيهم كفاءة، ياخدوا المواد الخام يحطوها في المكن ويشغلوا ويطلعوا مواد ايه؟ انتاج ناجح جدا. كل ما المواد الخام دخلتيها متأخر، الساعة 4 5 6 العمال كان هيوي اكسوستد، تعبانين، اجهدوا طول اليوم، هياخدوا المواد ديت يحطوها فين؟ هيركلوه. في المخازن. ايه المخازن عندنا؟ الدهون وتراكم الدهون. تمام؟ ده الماده اللي بشتغل بيها. معايا؟ ان طبيعه ربنا سبحانه وتعالى ما سالوش، يعني ربنا خلقنا كده. كل ما كان معدل الحرب يبقى بدري اسرع، زي الفطار مثلا في حدود الساعه 8 9، غدا في حدود الساعه 2 3، عشاء 8 9 بالليل. ما بقولش بقى ان اخر وجبه الساعه 6 زي ما بتقول. لا ما هو مشكله خالص. طب دكتور حاجه، لو واحده ما بتاكلش، غير في ناس ما بتاكلش طول النهار وبتاكل بس الساعه 6 7 بالليل، هل الناس دي ممكن تفضل ثابته على وزنها ولا الناس دي هتتخن؟ هقول لك حاجه، يعني لو افترضنا ان واحد بيعمل دايت، انا اقول له عشان اساس الدايت الناجح الثلاث وجبات، السناكس بين الوجبات، عشان ارفع معدل الحرق كل ساعه، ارفع السكر في الدم كل ساعه، ادي الياف كل ساعه، احافظ على فيتامينز كل ساعه. مفيش امساك، مفيش هبوط للأمان، عشان كده الناس بتكمل عمليه بال100 كيلو، لان مفيش مضاعفات بتظهر. دي المصداقيه في اللي انا بقول. تمام. ففكره ان هو ياكل وجبه واحده في اليوم الساعه 6 وهو بيعمل دايت معايا، تمام، فاول اسبوعين ثلاثه هينزل ويبقى فرحان قوي بالنزول. أوكي. وممكن يطلع لي لسانه يا دكتور ماجد، شوف انا بعمل عكس اللي انا بقوله وبخس. اقول له دقني اهي، دقني اهي، بخبره بقى 20 سنه في الميزان. انا وصيت خير بيه. يعني انا كل اللي علمني الكلام ده الكتب والايه؟ والميزان. وانا وصيت خير بيني وبين الميزان، الميزان بيحب ايه او بيكره ايه، طالما انا مش هدخلك اوضه العمليات ولا هعمل طب هيحصل ولا ايه؟ انا عايز اعرف. جسم هيثبت. يقول لك انا ماشي على الدايت، وده اللي بتيجي بيقعوا في الغلطه ديت على فكره. كميه قليله وجسمه ثابت. جسمه ثابت. طب والناس بقى اللي زي نشوه، وانا جاي لك يا نشوه، اللي بتاكل اثنين وثلاثه بقى واربعه وتخش تنام، دي اربعه الصبح؟ وتخش تنام. استحاله. يعني بصي حتى لو كميات قليله، بص حبيب قلبي، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا بشتغل شغل مصحات. انت لو قاعده في مصحه محترمه وبتدفعي كل شهر مبلغ عشان تنزلي 12 كيلو كل شهر، هتلاقي المصحه ديت بياكلوكي بدري، بيغدوكي بدري، بينيموك بدري. تخيلي انت دافعه الوفات في المصحه دي، مع احترامي للمصحه، وجايب لك الغدا الساعه 6
والفطار الساعه 2 الظهر والعشاء الساعه 12 بالليل وبينامك الساعه 4 الصبح، هتقولي يا اولاد الذين هاتوا ايه؟ هاتوا فلوسي. يعني انا يعني انت فاهماني بغض النظر، حتى لو واحد ما عندوش معلومات ايه يعني الشخص اللي داخل دافع الفلوس الوفات في الشهر ما عندوش معلومات ايه طبيه صح على صح معدل صح التخسيس ولا زي المفروض، بس هو تلقائيا هيقول ده مصحة غريب قوي، ده الاكل متاخر قوي بيسيبوني للصبح نايم مع صاحي ل4 الصبح، لا في حاجه غلط، في حاجه غلط معايا. فده انا مش عايزه تخسي الثلاث وجبات الاكل بدري السناكس بالوجبات، ده قانون الضمان في التخسيس وليس قانون الاحتمالات. طب انا وعدت شيماء، انا اسف الكلمه معلش انا بقاطعك، انا لا لا لا. انا وعدتك يا شيماء ان في اول مقابله قلت لك ايه؟ ان احنا هنخس بس تسمعي الكلام وتمشي على النظام اللي احنا نتفق عليه. هل بقول الكلام ده عشان يعني اسيطر عليها؟ ابدا. ولا عقد نفسيه بطلعها عليها؟ لا. اللي هو في بعض الناس اقول الكلمتين دول تلاقيهم يكشوا مني قوي. أنا يا جماعة أنا بدي خبرة 20 سنة إزاي أحط أهم حاجة. أنا جاية لك يا نشوى بس سؤال أخير للدكتور. دكتور هل فعلا اللي ما بيناموش كفاية أكتر ناس معرضين لخمس ست حاجات منها الانتحار؟ أخيرا الانتحار. أنا بتكلم في التخن دلوقتي والله العظيم ما بضحك. بصي عايز أقول حاجة، ربنا خلق الولاد بس والنهار معاش. هو بعد الساعة 12 واحدة بالليل بيبتدي يطلع هرمون اسمه إيه؟ أنت عارفة كورتيزون. ده المفروض ما يطلعش طول ما هخش أنام بدري. هرمون دوت ضد كل حاجه في حياتك، ضد صحتك، ضد نومك، ضد البنكرياس ان هو بيطلع انسولين، العمر الافتراضي بيقل التلت، يعني بالبلدي كده عشان كده كان علمي اكتر. بعد لو انت سهر اكتر ناس بتسهر بالليل معرضين هرمون كورتيزون يطلع، هرمون كورتيزون اول ما يطلع يروح مطلع هرمون اسمه الايه؟ الانسولين يفتح الايه؟ الشهيه معايا ويخليك عندك رغبه ملحه. يعني الساعه كام يا دكتور لازم نام الساعه كام؟ يعني 12 مثلا. 12 ده ابوك كتير. لا مش بدري قوي يعني مش لازم 10. فيجي له سكر من النوع الايه؟ التاني. التاني يرفع ضغط الدم. كل مشاكل بقى الكورتيزون. تلاقي اكتر ناس معرضين لايه؟ لظهور الايه؟ البطن والكرش معايا اللي بيسهروا بالليل. اكتر ناس معرضين للقلق والكلام دوت والاكتئاب اللي بيسهروا بالليل وتلاقيهم دايما سمع بتاعت العين مكتئبين حادين مزاج جدا معايا. وفي نفس الوقت مش عايز اقول لك ما بيخسش. ما بيخسش خالص بيخسش. حتى لو ما اكلش ما بيخسش. طب نتنقل لنشوى. نشوى من فوق ال 100 كيلو لو نشوف صورها بليز لكام يا نشوى؟ 65 في 4 اشهر. ايه يا نشوى ده؟ ايه يا نشوى ده؟ كتير قوي يا نشوى، كتير قوي اللي انا شايفاه ده. طيب نشوى قولي لي بقى، انت كنت ايه اللي تخنك؟ ايه اللي تخنك؟ انا ما كنتش بصحى الصبح افطر، يعني اصحى انا بشتغل. فكنت انزل شغلي اخلص الساعه 2. انا من النوع المحبه للاكل جدا. بحب اقعد اكل بمزاج، يعني احب اكل ده مزاج. اطلع من الشغل طبعا ببقى خلاص بقى، يعني لو لقيت اي حد قدامي هاكله. فاكل اي حاجه. اكل اي حاجه على طول، وبعد كده يجوا الولاد بقى قبل المدرسه والكلام ده. تاكلي تاني؟ اكل تاني طبعا، ما ينفعش ان انا اسيبهم لوحديهم. وكان لما كله ينام على الساعه 1 2 بقى ده مزاج، ان انا قاعده لوحدي واقعد واكل اي اكل موجود. ممكن جبن بقى اي حاجه. نشوى كنت بتبقي جعانه ولا بتتسلي ولا ايه؟ مش عارفه والله، ما بقاش كله يعني ما مزاج، يعني هو انا بحب جدا الاكل. بقول لك حاجه، حاليا دلوقتي خلاص يعني الدنيا بقت معايا مظبطه. ايه اللي وقفك يعني؟ ايه اللي وقفك؟ انت عملتي ريجيمات قبل كده في حياتك؟ لا لا. اول ريجيم مع دكتور ماجد. طب ايه اللي وقفك يعني؟ ايه المزاج ده؟ مزاج واحده بالليل تقعدي تاكلي ومر بقيت بقى ابتديت بقى ايه، لما اجي اقابل ناس، اجي اخرج مناسبه، اجي اروح، شكل اللبس بيبقى شكل وحش جدا. اقيس اي حاجه، الولاد نفسهم بقوا يبقى ايه يعني صعب قوي، يعني ماما صعبه يعني يعني مش شكل مش لذيذ. فقلت لا لازم اعمل ستوب. ورحت لدكتور ماجد فعلا. وانا سلمته نفسي الصراحه، يعني قلت له ايه يعني انا عايزه يعني عايزه انشف، عايزه انزل بقى، عايزه شكلي يبقى شكله لذيذ من غير عمليات. ما بحبش العمليات، البشره، الشعر، كل حاجه. فما حبيتش ان انا ادخل في متاهات العمليات والكلام ده. طب دكتور ماجد، نشوى جات لك واكيد حكيت لك هي اللايف ستايل بتاعها كان عامل ازاي، هل قللت لها حبه حبه ولا دب مره واحده؟ لا بصي انا بعتمد على حاجه بقى. يعني بامانه الله يعني انا بدب مره واحده. بتدب مره واحده؟ مش لحاجه والله. انا يعني بس حرام يعني، انا يعني عايز احلل القرش اللي بيخش لي. تمام، ده بين بالرب يعني. فهي جايه ليها طلب عندي انها جايه اخس. قلت لها لا فعلا، بقول كل الناس اللي بيجوا لي الكشوفات اول مره، انت ليكي خمس حاجات عندي هتخسي بسرعه وبصحه من غير اي مضاعفات، ما بترجعيش اللي انت خساه، شكلك بيتغير بسرعه. وده اللي بحققه فعلا بما يرضي مع ناس ايه برضو ايه
ملتزمه ملتزمه. انا مش مطالبه خالص ناس واحده مش ملتزمه، يعني لا الاكل بتاكل متاخر، ما تشربش ميه، مش هجيب نتائج. فانا فاهم قد ايه ثقتي مع الناس الملتزمين. انا انزل 40 50 60 70 كيلو لحد 100 كيلو كمان، مفيش مشكله بالنسبه لي، والجسم ما بيثبتش ايه؟ ما بيثبتش خالص زي دكاتره ثانيه. الله اكبر ولا حول ولا قوه. تمام. وبعدين كان بقى الارم نفسه، يعني دلوقتي انا ما كنتش بفطر الصبح، ما كنتش بتغدى في ميعاد، دلوقتي الساعه 8 الصبح احس خلاص ان انا فعلا عايزه افطر. بس الساعه 2 بتغدى، 8 كتير قوي. خلاص يعني بيبقى الارم نفسه. يعني انت من واحده كنتي بتاكلي كتير، قرار اخدتيه وقرار صح اكيد تروح لدكتور ما. ازاي هو لما اداكي النظام؟ هل كان في ادويه ساعدتك ولا ايه؟ الادويه اللي هو السد الشهيه اللي هي بتاعت تكسير الدهون والكريمات وكل حاجه. انا التزمت استخدمتي كريمات. انت دخلتي مجموعه دكتور اسلام منظومه كامله. هي بص بيريحني قوي لما بيجي لي اللي هو المرضى السمنه، بيبقى عنده شيء من الثقه في الله سبحانه وتعالى وفي سمعه الدكتور ماجد. يعني ده بيريحني طبعا نفسيا قوي يعني. فبيقول كلمه انا بتعجبني قوي معايا، وببقى على قد العشم فعلا وعلى قد الثقه يعني. دكتور ماجد انا مسلمك نفسي زي ما بيقولوا، انا واثقه في الله سبحانه وتعالى ثم في امكانياتك وفي الادوات بتاعتك انك هتكسر دول. احنا بنشوف الاف الحالات اللي خاسه عندك بال 170 و80 كيلو، ففي مصداقيه فعلا في فبدي فعلا بما يرضي الله. الدايت ناجح جدا معايا، اللي هو لو في جوع ولا هبوط ولا دوخه ولا صداع. بدي منظومه علاجيه جدا ليها اكتر من 30 وظيفه. العلاج اللي بيكسر دون فعلا، الدواء اللي بيقفل الشهيه من غير مضاعفات، مثلا دواء في الشهيه عباره عن سكر عندي بزياده، الادويه اللي بتشتغل على المخ الدكاتره الثانيه عشان كده محدش يكمل عنه، اللي يجيب اكتئاب ويجي يرفع ضغط الدم ويعمل ارق بالليل. هل احس الكلام ده عندي؟ لا الحمد لله رب العالمين. وده اللي بيخلي برضه المنظومه العلاجيه غاليه يعني. فاكر حته برضه اكيد هي يعني رخيصه معايا، مش الغالي رخيص، الغالي ثمنه بيجيب نتيجه. انا قلت برضه انا بين نفسي يعني، وانا بتكلم بامانه مش عايز اصبط حاجه، انا قلت اشتغل بمنظومه ناجحه جدا حتى لو في شيء من التكلفه ارحم كتير من تكلفه الجراحه، بس على الاقل معلش مضاعفات. صح. يعني مش هفرح قوي اقول دكتور ماجد رخيص جدا، ده ادويته ايه يعني، العلاج بتاعه رخيص وكشف ومش عارف ايه رخيص كل حاجه رخيصه، لكن خست وخلاص. لا مش كده. لا واجيب اكتب حاجه تيجي تاثر على وظائف الكبد زي ما بيحصل مع الناس الثانيه، وظائف الكلى يرفع ضغط الدم. لا انا بعيد عن الكلام ده خالص، ولا حول ولا قوه الا بالله معايا. فالعين عندي ما بيضيعش، ما فيش هبوط، ما فيش، فبيكمل يعني. السر كله، طب ليه العين بيكمل على الدكتور ماجد؟ ان الامور كلها كانت ايه؟ ما جحتيش خالص يعني. نعم ما جحتيش خالص خالص يعني. انت يعني بمنتهى الامانه ما بوظتيش الريجيم ابدا. عايزه اعمل حاجه يبقى انا يعني هلتزم، همشي صح، همشي صح يبقى هلاقي النتيجه كويسه. فانا يعني بس وبعد ساعات الواحد بيجوع وما بيبقاش قادر. هقول لك حاجه، افهمي الكلمه يعني، ربنا يعرفه بالعقل. انا لو انا عايز اجيب حاله زي ما بيجيب مثلا نازله 70 ولا 40 ولا 50 وات ايفر نازله قد ايه، طالما فعلا المريض السمنه اللي بيلتزم مع طبيب معايا عنده منظومه ناجحه، طالما فيش جوع هيكمل، مفيش هبوط هيكمل، مفيش شعر بيقع هيكمل، مفيش ترهلات هيكمل، مفيش صمت تحت العين هيكمل، مفيش ترهلات في الجلد هيكمل، السكر ما يبقلش في الدم هيكمل. ليه؟ ان هو ده مخطئ حاجتين بتحصل، يا بيروح للدكتور بيحصل له مضاعفات من اول اسبوع فما بيكملش يعني معايا، يا بيروح للدكتور بيعرف الامور كلها كانت سلسه وامنه، فيش في ثقه معايا، الامور سلسه جدا مفيش اي مضاعفات فبيكمل، ما بيكملش ليه؟ طب قولي لي يا نشوى، انت دلوقتي بتاكلي عادي طبيعي؟ عادي خالص؟ لا لا لسه ما كملتش. لسه ثبتت عشان اطلع لكم ما تنزل 55. انت عايزه تبقي 55 احسن عشان انا اكبر 10 كيلو قصيره وهي نقطه فيها ثقه. ليه ينزل 35 40 كيلو؟ طبعا ينزل 50 ينزل 60 10 كيلو دول اي أيوة يعني. هم كانوا بيعملوا لي اغراءات يعني في البيت، طبعا واحده محبه للاكل، فاي اكل بيتعمل فيه اغراءات، فانا كنت بعيد عن اي اغراءات يعني. خلاص بدل ما انا عايزه اعمل حاجه خلاص انتهينا بقى يعني. يعني انا كنت ايه يعني، انا بحب طبعا المكرونات، المحشيات، الحاجات اللي فيها الدسامه دي. دلوقتي خلاص مفيش اي اغراءات وخلاص يعني. انا وبتنامي بدري بقى دلوقتي؟ بنام بدري. بتنامي بدري وتصحي؟ وبصحى بدري. انا اساسا بصحى بدري بس انا ما كنتش بفطر. فدلوقتي خلاص اصحى خلاص الارم في المخ، هفطر وانزل شغلي، برجع بكون عامله مجهزه الاكل بتاعي من قبليها، فبتغدى ويعني الدنيا بقت منظمه اكتر طبعا. طب ولسه يا دكتور بتاخد ادويه ولا خلاص الادويه بيجي لها وقت وخلاص؟ يعني بسم الله ما شاء الله منظومه العلاجيه اللي بشتغل بيها المريض اخذها 70 سنه مش مضاعفات. الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ده وقف الشبيه احساس اللي واكله انه واكل ايه؟ سكر 24 ساعه، فيدي احساس بالسعاده والبهجه والنهم للاكل والحلويات، عشان كده بيكمل. فعلا.
ربنا يحفظك يعني يا دكتور على الادويه دي. انا بسمع، انا عارفه ان انت دايما عندك مشاكل من الصفحات اللي بتعمل لك. يا نهار ابيض، معلش قصه ثانيه. يعني ارجوكوا يا جماعه، الادويه اللي بتاعه دكتور ماجد عند دكتور ماجد، فما تروحوش في السايتس تجيبوا ادويه مضروبه وترجعوا. لا لا، تعبت منهم يعني، كل يوم والتاني صفحه طالعه ويحطوا الفيديو بتاع ماجد زيتون، ومعرفش ليه مختارين ماجد زيتون. اهو الصفحات يا دكتور. لا، اختاروا ماجد زيتون، ده انا صفحه الرشاق كلها فيك يا جماعه. صفحات كلها اصل هو بيستغل الفيديو دوت يعني لبعض الناس. عندي سمعه طيبه ان دكتور ماجد بيكتب منظومه علاجيه، فبيستغلوا بقى الفيديو دوت ويقولوا احنا تبع الدكتور ماجد. لا ده وصلت ايه، اطباء الدكتور ماجد ويتابع الدكتور ماجد باسمي، وطبعا عيان بيبقى في عيان ساذج يقول لك ده طبعا الدكتور ماجد، بيبقى محتاج ان هو يخس طبعا معايا ويديله ادويه بقى يعني. لا ده عامل لي مشكله يعني. ده عامل لي مشكله فعلا يعني. الناس بتيجي للمركز عندي، احنا خدنا الدواء ده من عند الدواء ايه اللي من عندي معايا تبع النت، وانا ولا ادويه على النت ولا بيع ادويه ولا الكلام ده خالص يعني حاجه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فربنا يعني اقول حول ولا قوه يعني، ربنا بس ناس تفوق معايا، ما يبقاش سذج جدا انك ياخدوا ادويه من على النت حتى لو باسم ماجد زيتون. طب مش عارفه ان تبع ماجد زيتون عشان مجرد فيديو اتحط، مش معقوله كده يعني. الناس تبقى اكثر ايه وعيا واكثر فهما. لا انا ماليش علاقه بهذه الصفحه، ده عامله صفحه اسمها صديق ماجد زيتون يعني معلش معايا يا دكتور والناس يعني. لو تكلمهم انا الدكتوره ريهام على طول وش لو كلمتي انا مساعد الدكتور ماجد، فبتدي ثقه ايه اكتر معايا. والناس خلي بالكم يا جماعه، من خلي بالكم يقولوا خلاص ماجد زيتون وصديق ماجد زيتون ودي الدكتوره المساعده بتاعته. طب ابعتي لي العلاج، علاج ايه اللي وكل ادويه فاسده يعني، ده احنا جايين لي دواء معفن. استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. عموما ربنا ينتقم منهم. دكتور ماجد بجد بشكرك جدا. نشوى نستضيفك لما تخسي كمان ال 10 كيلو التانيين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمها يا رب يعني. استمر يعني، بشكرك جدا. في صحه في النزول صح، فالامور كلها بربنا بيكمل وبيستمر ان شاء الله. بس انا بطبق الحاجه كمان يعني، مش عليا انا بس، بالنسبه لولادي بعمل كده برضو مع الولاد. الاكل الصحي، انا عندي حضانه بطبق الاكل الصحي ده مع الولاد في الحضانه. يعني استفدتي من دكتور ماجد حاجات كتير يعني من البدايه. دكتور ماجد يعني الواحد بياكل عشان يعيش، مش بيعيش عشان ياكل. ده حقيقي. وصحه حقيقي. بشكركم جدا، نورتونا. شكرا. هنروح نشوف دلوقتي تقرير ونرجع لكم تاني على طول.